واحدة من الفقرات الأساسية لهذا المهرجان المبارك وهي تكريم للشيف وخصوصا العراقة في المطبخ الأسفي من خلال النماذج للطباخات الماهرات. لا عبلة الوزني سميتها صحرة على لا عبلة الوزني. نعم لا عبلة الوزني يختزل فيها كل فن وتراث الطبخ الأسفي. هي واحدة من الوجوه الأساسية والرئيسية لهذا الفن الأصيل، فقد رجع لها الفضل في تكوين واحد مجموعة كبيرة من الطهاة، كذلك واحد وجه من وجوه المشرقة الأسفي. يمكن لك تقولي لنا شوية على الطبخ في أسفي وعلى السفارة ديالك ملي كنتي كتمشي كطيبي عند المغفور له حسن الثاني؟ فهمتي عند حسن الثاني مشيت عند طيب الصغير التطبيقات ديالكم مع تمام بزياد وي عشاف المحبوب الوجه المغشوش اللي ما كتفارقوش في الوجه ديالو واللي رافق اللي كونديدات ديالنا او المتفريات بالضحك والجمال سي هاني محمد. دابا كانوا معنا اللي شاف حاضرين معنا والنادي عندنا متطوع من مدينه بعيده هو من دولة بعيدة وحضر معنا في المهرجان وساند المهرجان كالنادي عن طهر السوري. من المنظمين المهرجان دولة بعيدة سكتوا على واحد السيد من بيتكم بيت أسفي، واحد السيد غيور. أنا شفتو أنا كمنشط أو كممثل شركة طامزي وإيديال، أنا شفت واحد السيد غيور على منطقة مدينة أسفي محبوب ومعروف وعنده النفس وعنده الغيرة على البلد ديالو، جواد تيليجا. يا سلام، اليوم في سعادة كبيرة، النهاية هي ماشي نهاية، إذا الملتقى إن شاء الله، إذا بالعمل ديال سي جواد تيليجا اللي معروف ومن المقدمين هذا المهرجان، ساهل هذا المهرجان. نتمنى له التوفيق ونتمنى له الشرف نادي العبديه ان شاء الله مزيد في التالق ان شاء الله. تصفيقه تحركم على كيشاف. اذا اللي شاف مرحبا بكم معنا وبوجودكم وبحضوركم وبالقدوم ديالكم وبالاسئله والاجوبه ديالكم، باش كانوا هذه المتفريات وباش كان هذا الحضور الكريم وباش كان هذا الشيء ان شاء الله وبالمقابله. كانت حضاره واحد الوقت وكنتمنى تعود ترجع وتعطي الأسف الحق ديالها والوليدات ديالها. شكرا. أكيد أن أبناء أسفي الغيورين حاضرة معهم أسفي في القلب وفي الوجدان، وبأنهم واخا خدموا بعيد عليها فلا بد يجي واحد الوقت إن شاء الله اللي يردوا الاعتبار للمطبخ الأسفي. كبيرة بالبصيلي، ننادي على الأخت كبيرة بالبصيلي. الهدية للزوجة ديالو كبيرة بالبصيلي. في وسطنا الله أكبر. إذا تكريم للزوجة الاسم ديالها كبيرة بالبصيلي. كبيرة بالبصيلي. اختي سي عمر، انا غادي نغادر المهرجان. شكرا جزيلا. صراحه هذا يوم تاريخي ومشهود اللي كنشهدوا فيه تكريم ديال ابناء مدينه اسفي. انا بغيتكم اول حاجه
توقفوا كاملين وتصفقوا حرارة على الأخت نادية العبدية الأولى. أيوة. وتطلبوها ثاني حاجة واحد صغريتها على الحاجة الكبيرة. إلى الزين علي. علاش؟ لأنه الأخت نادية العبدية مثل أصل وفكرات على أنه تكبر بالناس ديال المدينة ديالها واخا هما كيمارسوا النشاط ديالهم خارج المدينة ديال أسفي، فكرت على أنهم تردهم وتجيبهم مدينة أسفي ويكبروا بها. دونك مرحبا بكم، وهذا شرف لنا على أننا نكون كنتواجدوا معكم. شكرا جزيلا. شكرا سي عمر، تفضل. لحظة التكريم اللي شاف اللي كان حضري معنا في الطبق العريق، بالصحة والراحة، عليكم السلام، مرحبا. أنا كبيرة بالوصيلي فهي فاعلة كذلك في مجال المقاولة من خلال ميمنات الحلوى، فهي خبيرة في التكوين، كونت عدة أجيال في الحلويات. إذا في مساعدتك بغيت واحد الكلمة. جاتنا الاسفي، حنا ولاد اسفي والاصل ديالنا ديال اسفي، وتعلمنا ومشينا معلمين من هنا للمدن، وبهرنا الناس ديال المغرب كلهم بالحلويات المغربيه التقليديه. مشيت اي مدينه مشيت ودرت فيها الحلوه المغربيه، الا تيقولوا تبارك الله على الناس ديال اسفي. حتى ملي كنخرج خارج المغرب وكنصوب لهم الحلويات المغربيه كنقول لهم راه هذا منبع من مدينه اسفي، انا كتشرفني نكون من مدينه اسفي. والتكريم الكبير لينا هو لالا نادية العبدي اللي شرفاتنا وجينا لعندها، وكنتمناو هذا المهرجان يبقى دائما مصطبا مدى الحياه. وشكرا. شكرا لالا ربيعه، ونطلب من الله مزيد من التالق ان شاء الله للشاف نادية العبديه. هذا عرس ان شاء الله وغادي يكبر ان شاء الله باذن الله، وغنشوفوا عرس ثاني فائزه في طبق السردين الحلو بالملح، طبق السردين فاطمة الحلو وكان حلو وليتي عفنا الجديد.